قلتم والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا. ذكر المصنف وفقه الله أن السنة فيما تقدم من الأذكار الجهر بها بعد كل صلاة مكتوبة، والجهر هو رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع، رفع الصوت مع قصد إسماع غيره ولو لم يسمع. وأما الإسراف فهو خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع، خفض الصوت مع عدم قصد إسماع غيره ولو سمع. وهاتان الحقيقتان المبينتان للجهر والإسرار تفيد الفرق بينهما، ففي الجهر يكون رفع صوت، وأما في الإسرار يكون خفض صوت، وفي الجهر يكون قصد إسماع غيره ولو لم يسمع كأن يكون ثقيل السمع أو بعيدا، وأما في الإسرار فلا يقصد إسماع غيره ولو سمع كأن يكون قوي السمع أو قريبا منه وهو من دقيق العلم. فإن هذه المسألة من غوامض المسائل، حتى ذكر أبو الفتح بن دقيق العيد المالكي الشافعي أن وكان من أذكياء العالم أنه لا يعرف الفرق بين الجهل والإسرار، يعني لغموضه، فهي مسألة شديدة الغموض لم يترجح له فيها شيء، فنسب نفسه إلى عدم العلم بها. فالسنة في هذه الأذكار أن يجهر بها الذاكر بعد الصلاة، لما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رفع الصوت للذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رفع الصوت للذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على الجهر. واختاره جماعة من المحققين كأبي جعفر بن جرير وأبي محمد بن حزم وأبي العباس بن تيمية وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله، خلافا للمشهور من المذاهب الأربعة. المشهور في المذاهب الأربعة أن السنة الإسراء، والذي يظهر أن السنة هي الجهر، ومحل الجهر هو كل هذه الأذكار سوى قراءة آية الكرسي، ومحل الجهر هو كل هذه الأذكار سوى قراءة آية الكرسي. وأما الجهر بأولها من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام حتى إذا بلغ التسبيح والتكبير خفض صوته، فهذا تحكم لا أصل له، ذكره العلامة سليمان بن سلمان رحمه الله. فالسنة عند قوم أن تكون كلها سرا، وعند آخرين وهو الراجح والله أعلم أن تكون كلها جهرا إلا آية الكرسي، واستثنيت آية الكرسي بالإجماع، فإن القائلين بالإسرار أو بالجهر في تلك الأذكار أخرجوا آية الكرسي من كونها تكون جهرا فجعلوها سرا، فاختصت لكونها سرا دون سائر الأذكار التي تكون بعد الصلاة. والمقصود برفع الصوت ما لم يؤذي غيره كمصل متم، فإذا كان إزاءه مصل يصلي إتماما لفوت ركعة أو ركعتين فإنه لا يجهر لئلا يشوش عليه، لكن إذا كان بحضرة جماعة مجتمعين صلوا الصلاة تامة كصلاتنا نحن هذه الأيام في الحرم، فالمتم لا يكاد أن يكون إلا خارج المسجد الحرام، فهذا لا يقع فيه ضرر على غيره من الناس، لأنه لا مصلي حينئذ، بل الجميع ذاكرون، وكل أحد يجهر معتنيا بضبط ذكره. فما يدعيه بعض الناس من أن رفع الصوت يشوش على الذاكر فهي لضعف عنايتهم بضبط أذكارهم، وإلا فالمعتني بضبط ذكره يعرف ما يقول.